السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعات فن التطريز، مرحبا بكم في الفيديو اليوم. كنرحب بالمشتركات الجديدات، كنتمنى تلقاو في القناة ديالي إجابة على الأسئلة ديالكم. إذا البارح السؤال اللي كان مطروح أكثر هو ما معنى حل وسد؟ كاين الأخوات اللي باقيين مبتدئات ما فهموش شنو هي حل وسد، أنا غادي نشرح لكم. حل وسد هي ملي كنكون فاتحة العراض وكنخدم، يعني هادو ملي كنكون فاتحه العراض وكنخدم كنبقى كنحرك العراض بهذه الطريقه هذه، شوفوا معايا. يعني ملي كنكون فاتحه العراض هكذا كنبقى كنحركو كنديه ونجيبو هكذا بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معايا اخواتي ملي غادي نخدم بحلو سد كيفاش غتجي الخدمه عامره ومتقونه. لاحظوا معايا هاد الاتجاه هذا غادي نخدمو عادي بلا حل سد. لاحظوا معايا الفرق، هادي كنت كنحرك رجلي بحال اللي وريت لكم الركبه ديالي كنحل وكنسد، وهادي خدمتها عاديه بلا حل سد. هادي غادي نخدمها بدقه دقه دقة دقة، يعني هاد حل سد كنفرقهم، يعني كندير دقة كنحل العراض وكنعاود نجمعو كامل عاد كنعاود نفتحو. يعني الفرق ما بين دقة دقة وحل سد، دقة دقة وحل سد، هي انني هادو كنشركهم كيجيو مشروكين وهادو كنفرقهم دقة دقة كنفرقهم. كنفتح العراض، خدو معايا، هانتوما لاحظوا معايا اخواتي كيفاش نفتح العراض ونجمعو، عاد نزيد شويه وندير الدقه الاخرى. دابا هنايا غادي نبقى غاديه وكننقص من العراض. هذه هي دقة دقة، لاحظوا معايا هاد الورقة هذه غادي نخدمها بحل وسد.
حطيتو معايا. هذه خدمتها بحال لوسد بحال اللي شرحت لكم. كنحرك الركبه ديالي، كنفتح العرض ونسدو في نفس الوقت.